الجميل برعاية مجموعة من الناس الطيبين طبيعة الحال على رأسهم نقافة دار الضمانة اللي كنقدم لها الشكر وتحية لاستضافتي ولأنها سنحت لي فرصة أني نكون مع هاد الناس الطيبين كذلك سنة شيك شوب المعروفة وسمحت لي كذلك فرصة أني نتلاقى مع صحباتي ومجموعة من الناس اللي كنحييهم كنحترمهم أمينة سبالادو سوغاغاب كان موت عليك وصحباتي أمال وصديقاتي بزاف زائد النساء تبارك الله اللي حجوا بكثرة من مختلف المدن المغربية وتفاعلوا معي بزاف وهاد بحال هاد اللي قالا كيحيوا روح الفرحة والأنوثة بين النساء وداك المجمع المغربي كيعطيو حلاوة بما أنه ما كاينينش عراس بزاف باقي ما بداش داكشي بزاف اللهم نفرحوا بيناتنا والله يديم علينا Thank you.
تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم وغير التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديرو جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.